يا بنت انت مفيش فايده معاكي، كذا مره اقول لك الحاجات دي بتضايقني، كذا مره افهمك اني بغير عليك وانت برضه مصممه تعملي الحاجات اللي بتضايقني. اسفه انا مش عايز، اسفه يا بنت انا مش عايزك تتاسف، انا عايزك تحس بيا، تحس بالحاجه اللي بتضايقني وما تعملهاش. كل مره تقولي لي اسفه، انا مش عايز كلمه اسف. ممكن تقفل المكالمه؟ حاضر يا حاج جاي لك، اقفلي بس معايا ثواني هكلم الحاج وهرجع لك تاني، بس يا ريت تبقي تحس بيا بعد كده، هرجع لك تاني. انا سامع الكلام ما بينكم ومش عجباني طريقه الحوار، ومن الواضح ان دي مش اول مره تتكلموا في نفس المشكله، صح كده؟ ايوه صح، كل شويه بنعمل نفس المشكله على نفس الحاجه. بس ده مش صح. لا والله يا حاج صدقني هو ده اللي حصل. انا قصدي على اللي انت بتعمله ده مش صح. قبل ما تعاتب اي حد في حاجه شوف هيستجيب للعتاب ولا لا، وقبل ما تعاتب حد في حوار عملته وما عملتش يبقى شوف دي المره الكام اللي بتتكلم في نفس الموضوع، وركز قوي في الشخص اللي بتعاتبه في الكلام ده بيستجيب وبيخاف على زعلك ولا لا، لان في كل مره هيقول لك اسف كاني مديك مسكن على الوجع لحد ما تنسى وتخف. خلي عتابك اغلى من انك توجع دماغك في انك عملت وما عملتش في حاجه واضحه زي ضوء الشمس. الغلطان عارف غلطه وصاحب الحق عارف حقه، مفيش حد بيتوه عن الصح. طب واللي يتوه؟ دل على طريقك مره واثنين وثلاثه، ولو تعب عاديها ما تدورش عليه. بس على فكره حاجه انا بحبها جدا وهي بتحبني. بتحبها؟ اه بتحبك؟ اشك. صدقني اللي بيحبك هيحب طريقك وهيحب يمشي عليه وهيحفظه صم من اول يوم هتوصفه له. لو تاه مره مش هيتوه التانيه، لو تاه التانيه مش هيتوه التالته، اما بقى لو تاه التالته فيبقى طريقك غير طريقه. احب اثبت لك ازاي؟ اتصل بيها. ده يا محمود انت بتتخانقوا من دلوقتي؟ امال يا ابني لو عرفت الكارثه اللي احنا فيها، امال لو عرفت ان احنا هنبيع البيت والعربيه راحت وجاي علينا ضرايب، احنا خلاص حوده فلسنا. انا خايف يا ابني عروستك تعرف الكلام ده كله وتسيبك وتتوه. انا اضطريتك دي بقول الكلام ده كله عشان اعرفك ان هي مش بتحبك انت، كانت بتحب فلوسك وعينها مش عليك انت، عينها يا ابني على فلوسك. صدقني لو حاولت تتكلم او ترجع لها او حتى ترن عليها انسى عليها، ساعتها تبقى خسرت كرامتك.